السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله طيبين. قبل ما نبدا الفيديو لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب والكومنت والاشعارات والهاشتاج حتى اليوم راح اسوي لكم فلوك جديد وفيديو جديد. هو ماذا يوجد في حقيبة جديد السفر؟ راح نفتحها نشوف شو اللي فيها. اللي هذا حقيبة المدرسة، انه هذا مال بياض الثلج، انه حبيته واشتريته. يعني انا احب بياض الثلج. تاني اشي هو مال دودو، هو اسمه دودو. هنا عندي هذا شو اسمه بنتين. هو هنا بحبه كتير، هنا بحب هالمنية كتير كتير. ورابع شيء اللي عندي هذا اللي بيتور قطع بلبسه هيك، شوفوا، وبروح بيه للمدرسة. وهنا عندي ستريتش دوم الساعة، وراح نشوفه. وهون عندي مقلمة راح نفتحها واللي يشوف شو فيها. أول إشي حبيتها هيك تكون، بس هي اسفنجة، شوفوا. لا أنا حبيتها، ليش ما أطلع منها؟ لانه يعني تنخسف تصير ما ادري شلون. وثالث اشي اللي هو هذا شو اسمه الاقلام، انا حبيته برتقالي واصفر وازرق. وهون عندي هدول حطيتهم بهاي المشبشة، لأن خاف يصير هوكا هوسة وهيك. أنا حبيتها وهيك تكون. عندي هاي الجواريب اللي حبيت بيها كله طول كله الطاق ولا أخير شيء. أخير عندي هدول الجواريب اللي حبيتهم واشتريتهم، يعني تكون حبيتهم هيك ألوان. هاي الثالثة الثانية خلصت الشنطة. والله شوفوا ما الكرش ما تحمل، تدرون. باي.